هل القديس رينيوس آمن بزواج الملائكة ببنات الناس في سفر التكوين إصحاح 6؟ البعض بيستشهد بالآتي، البعض بيستشهد بترجمة لمقولة للقديس إرينيوس في الاستشهاد أنه القديس إرينيوس كان بيؤمن أن التكوين 6 أن أبناء الله تزوجوا بنات الناس وأنجبوا جبابرة دول ملائكة ساقطين، وبيعتبر طالما القديس إرينيوس آمن بهذا الأمر إذن يبقى ده صح، يبقى كل الفكر اللي بينادي أن أبناء الله دول ملائكة سقطوا يبقى الفكر ده صح. هل ده صحيح؟ هل الكلام ده صح؟ هل القديس إرينيوس فعلا آمن بهذا الأمر؟ ندرس مع بعض الموضوع في عجالة باختصار شديد. شراء، أنا مش هتكلم النهاردة على موضوع أبناء الله هل هم ملائكة ساقطين ولا أبناء شيس ولا لا، الموضوع ده اتكلمنا فيه بشيء من التفصيل اللي أقدر أقول أصبح شبه ممل من التكرار في ملف الرد على هل أبناء الله هم ملائكة ساقطين وتاريخ هذا الفكر. تقدروا ترجعوا للملف في سفر التكوين 6 هتلاقوه، أو في يهوذا 1 هتلاقوه، أو في بطرس الثانية 2 هتلاقوه، أو حتى لو كتبتوا أبناء الله هتلاقوا هذا الأمر. أيضا لما شرحت أبناء الله لهم ملائكة أم أبناء شيف، وأيضا هل القديس يوستينوس الشهيد اللي ادعوا أنه هو برضو كان بيؤمن بهذا الكلام ورديت عليه، هل كان يؤمن أن الملائكة تزوجوا بنات الناس في تكوين 6؟ الملفات دي علشان أنا مش هكرر، قدمت فيها كتير من أقوال الأباء اللي بيشرحوا أن أبناء الله دول أبناء شيث، أنه الملائكة لا بتتزوج، لا يزوجون ولا يتزوجون، ومش قدمت أقوال يهودية أقوال الأباء بس، أقوال يهود ومخطوطات تؤكد أنه المفهوم الأول عند اليهود وعند المسيحيين من البداية أن أبناء الله دول أبناء شيث. قلة قالوا كلام خطأ، منها كتاب أبو كريفي، سفر أخنوخ الأبوكريفي اللي مليان أخطاء وأساطير، نادى بفكر خطأ ده ليس بمقياس. لكن أغلبية اليهود، أغلبية الأباء والكتاب المقدس واضح أن بيتكلم على أبناء الله هم أبناء شيث. أنا مش هتكلم على ده النهاردة، ده مش موضوع النهاردة اتكلمنا عليه أوريدي بما فيه الكفاية قبل كده، واتكلمت عليه واتكلمت على السبعينية واتكلمت على التحريف واتكلمت على النص العبري وكل الأمور دي قبل كده كويس، علشان بس يعني أوضح للناس، واتكلمت على اللي بيقوله بطرس الثانية واللي اتكلمت اللي بيقوله رسالة يهوذا والكلام ده. هنا بركز بس على مقولة القديس إرينيوس، مع ملاحظة أن حتى لو افترضنا أن القديس إرينيوس افترضوا جدلا معايا أن الراجل غلط، هل ده يدين الكتاب المقدس؟ لو أب من الأباء فهم حاجة خطأ، هل ده يدين الكتاب المقدس؟ لكن الحقيقة القديس إرينيوس لم ينادي بأن أبناء الله الذين رأوا بنات الناس دول ملائكة ساقطة جم يتجوزوا، لا. المقولة اللي عليها خلاف المستشهد بيها في نقلها وترجمتها المقولة اللي قدام حضراتكم دي اللي هي نصها، وخاصة لما بيقول as angels linked themselves with offspring of the daughters of men، بيقولك أهو ده قديس إرينيوس بيقول الملائكة جم اتجوزوا بنات الناس وخلفوا. هي دي المقولة المترجمة للقديس إرينيوس، وآدي المرجع اللي بيستشهدوا به من الأبوستوليك بريتشينج شابتر 18 اللي بيقول نصا كالآتي: الشر طويلا استمر وانتشر وساد على جنس الإنسان حتى أصبح بذرة العدل قليلة جدا فيهم بسبب الاتحاد الغير قانوني حدث على الأرض، لأن الملائكة ربطوا أنفسهم مع نسل بنات الناس الذين أنجبوا لهم أبناء. هؤلاء الذين حسابهم كانوا كبار الحجم ودعوا عمالقة، الملائكة بعدها أحضروا لزوجاتهم هدايا تعليم الشر لأنهم علموهم الجذور والأعشاب المختلفة والصبغات ومستحضرات التجميل واكتشاف المعادن الثمينة والحب والكره والغيرة والاحتداد والارتباط بالسحر والشعوذة الكثيرة وعبادة الأوثان وكره الله. وعندما أتى هذا للعالم حب الشر امتد وفاض، وهؤلاء العادلين تقلصوا. ده اللي بيقوله الجزء الأول من كلامه هو بفهم أن تكوين 6، والجزء الثاني مأخوذ من سفر أخنوخ أبو كتاب أخنوخ الأبوكريفي بالضبط. أستاذ تومس،
المفهوم العام انه هو بيتكلم على ملائكة اتجوزوا بنات الناس وخلفوا منهم، وجابوا لهم كمان شوية معلومات أسطورية عن السحر والأعشاب والجلاجلا والكلام ده كله. أول حاجة مهمة جدا نفهمها التعبير اللي بيقول لو كان الكلام ده كتابات القديس إيرينيوس، وهقول ليه أنا بقول لو كان من كتاباته وهنفهم بالظبط ماذا أعني. لما بيقول angels linked themselves with offspring of the daughters of men، الملائكة ربطوا أنفسهم مع نسل بنات الناس، تعبير ربطوا أنفسهم مع نسل يعني إيه؟ القديس إيرينيوس لما بيستخدم التعبير ده هو بيتكلم على الديمون بوزيشن أو لبس الشيطاني. ربط أنفسهم هنا مش بيقصد بيه زواج، مش تزوجوا، ديمون بوزيس. القديس إيرينيوس حتى لو كانت هذه المقولة ليه جدلا، هو كل اللي بيتكلم عنه لبس الشيطان، والشياطين اللي كانوا لابسين في هؤلاء البشر اللي باعوا نفسهم للشر وكرهوا ربنا ابتدوا يتجهوا للحاجات الشريرة والسحر والشعوذة والحاجات اللي زي دي كلها. هو كل اللي بيقوله ان الشياطين لبست أبناء. بس ايه الإشكالية في هذا الكلام ده؟ لو هناخد معنى ارتباط، لما يقول لك شيطان ارتبط بإنسان معناه ايه؟ هل الإنسان البساطة في التفكير هيفكر إنه الشيطان ربط نفسه بإنسان معناه عمل معاه علاقة جنسية، ولا شيطان ربط نفسه بإنسان معناه ديمون بوزيست لبسه اللبس الشيطاني؟ ده المقصود. لكن إيه هي كتابات القديس إيرينيوس عشان نكون عارفين؟ قديس إيرينيوس المشهور ليه خمس كتابات ضد الهراطقة، ودي الكتب المهمة اللي نقلتها الكنيسة جيل عن جيل. القديس إيرينيوس إنسان من الناس المهمين في تاريخ الكنيسة، والكنيسة كانت مهتمة بكتاباته. مش غريبة أن الكنيسة تهتم بكتابات قديس إيرينيوس وتحافظ عنها جيل عن جيل وموجود باستمرار، والكتابة المستشهد بيها دي أصلا ما استشهدش بيها الكنيسة ومش موجودة في تاريخ الكنيسة. مش دي برضو ملحوظة غريبة؟ فكتاباته الخمسة المشهورة ضد الهراطقة الكنيسة احتفظت بيها، نسختها باستمرار، اقتبس منها كتير من الآباء والكتابات الأخرى وجت إلينا كاملة، وحتى لو ما كانتش جت لنا كاملة كانت من اقتباسات الآباء كانت كافية. أما الكتاب هذا اللي بيستشهد وبيقال إنه للقديس إيرينيوس أو ينسب إليه في موضوع أدلة تبشير التلاميذ، ده لم يكن له وجود في تاريخ الكنيسة، لم يقتبس منه أحد لغاية ما ظهر ووصل إلينا من مخطوطة أرمانية. المخطوطة الأرمانية دي اكتشفت 1904، اترجمت فرنساوي واترجمت إنجليزي واترجمت بقية اللغات اللي حضراتكم شايفها. المخطوطة الأرمانية دي اللي ما اقتبسش منها أحد من الآباء هذا النص وقال إن ده للقديس إيرينيوس، عشان لقيوا المخطوطة الأرمانية دي مع الجزء الرابع والخامس من كتابات القديس إيرينيوس الشهيرة ضد الهراطقة، نسبوا المخطوطة الأرمانية دي للقديس إيرينيوس. فهمتوا؟ لقيوا كتاب غريب ما يعرفوش عنه حاجة مع كتابين للقديس إيرينيوس مشهورين وبيستمروا جيل عن جيل، ربطوا المخطوطة دي بأقوال القديس إيرينيوس وقالوا يبقى دي بتاعته. فهمني؟ فلا أؤكد انتمائها إليه، ولكن أيضا ما أجزمش بعدم انتمائها إليه بايزوي عشان أكون أمين إلى حد ما حتى الآن. المخطوطة الأرمانية دي اللي درسوها لقيوا إن هي ترجمة غير دقيقة من النص اليوناني الأصل اللي مكتوبة دي. يوجد أجزاء وتعبيرات عن موضوع المعمودية تتشابه مع بعض اللي قاله في الجزء الثالث، واللي يؤكد أو مش اللي يؤكد اللي يوضح ويميل أكتر أنه هذا ليس كتاب القديس إيرينيوس، موسوعة أباء نايسين اللي هي أنت نايسين نايسين بوست نايسين فاذرز لأستاذ الأبائيات فليب شاف والمجموعة بتاعته الشهيرة جدا، ما فيهاش أي عن حاجة عن هذا الكتاب. معايا؟
الجزء ده من نص المخطوطة الأرمنية مش موجود في موسوعة أقوال الآباء اللي فيها أقوال الآباء القديس رينيوس بالخمس كتب الشهيرة بتاعته. معايا؟ فأول نقطة من ناحية الكتاب أريد أن أوضحها إن انتساب هذا الكتاب للقديس رينيوس هو ليس مؤكد أصلا. واحد، بل هو انتسب إليه لأنه بس اتلقى مع كتابين ليه. يعني أنا دلوقتي لو في مكتبتي حاطط أي حاجة غريبة استعجبت إليها، حطيتها مع كتابين مشهورين واتلقت بعد 2000 سنة، هل معناه أن ده كان تبع الكتابين المشهورين؟ لا، أنا كنت حطيتهم مع بعض، لكن هذا ما تم. فأول حاجة، انتساب هذه المقولة للقديس إيرينيوس ليس مؤكد، وعشان كده مش موجودة في أقوال الآباء اللي كانوا بيقتبسوا من كتابات القديس إيرينيوس. النقطة الثالثة، فأنا وضحت أولاً أن التعبير حتى لو تماشينا معاه هو ينفع على الديمون بوزيست، يعني لبس شيطاني. النقطة الثانية المهمة أنه actually أنه النص ده مش ثابت أنه هو للقديس إيرينيوس. النقطة الثالثة، هو الحقيقة ما عندناش النص ده أصلاً، اليونان الدقيق، عندنا ترجمة أرمانية غير دقيقة. هذه المرجع اللي بيتكلم على هذا الأمر، احنا ما عندناش النص اليوناني بتاعه الصحيح. النقطة الرابعة، أحب أوضح حاجة، وبرضو حتى لو هتماشى في النهاية مع اللي هيجادل مع كل ده، إن دي مقولة للقديس إيرينيوس رغم إن هي دي مش ثابتة مقولة للقديس إيرينيوس، وبيتكلم على الديمون بوزيست. القديس إيرينيوس في تعبيرات كثيرة، عارفين إن كل واحد بيبقى ليه لازمة وليه تعبيرات، وممكن من التعبيرات تعرف ده مين اللي كاتب. الكتاب المشهورين بتبقى ليهم تعبيرات دي بتاعتهم، ده التعبير ده تعبير شكسبيريان اكسبريشن او الكلام ده، فاهمين اقصد اقول ايه؟ القديس إيرينيوس من تعبيراته ان يلقب الاشرار، الناس الاشرار، البشر الاشرار، يلقبهم ملائكة الشر وملائكة الشيطان وأبناء الشيطان والملائكة الأشرار أو الملائكة الساقطين. ده تعبير مشهور للقديس إيرينيوس في كتاباته، لما يتكلم على شوية أشرار بشر يقول عليهم ديمون بوزيست، زي ما احنا بنقول حاليا الراجل ده اللي لابسه شطان، وعشان كده يقول على البشر الطبيعيين، البشر الأشرار دول، ملائكة شر، ملائكة شيطان، أبناء الشيطان، ملائكة ساقطين. الكلام ده معلهوش مرة ولا اتنين، ده اتكرر كتير التعبير ده عدة مرات، بل في مرة شرح هو يقصد يقول ايه في كتابه بقى فعلا الحقيقي اللي هو ضد الهراطقة. الكلام ده هتلاقوه في جزء 41، يقول الآتي: Those persons who do not believe in God but who are disobedient are angels and the sons of the devil. اهو الراجل بيشرحها، انا لما اتكلم على ناس اشرار لا يؤمنوا بربنا واتبعوا الشيطان، دول ملائكة، ملائكة شر، ودول أبناء الشيطان. يكمل بقية كلامه ويقول نفس التعبير Sons of Devil. هو جاب الكلام ده منين؟ بناء على كلام الرب يسوع المسيح لما قال لليهود أبناء الشيطان، بس هو القديس إيرينيوس قال عليهم ملائكة، ملائكة أشرار. فلما بيقول على الناس الأشرار دول أبناء الشيطان Angels of the Wicked One، ملائكة الشرير. مرة تانية، مقولة أخرى، Angels of the Devils، يتكلم على البشر دول الأشرار، They are angels of the devil، ملائكة الشيطان. هذا اللي عايز يتأكد من كلامي يقدر يرجع لـ Anthony Sin's Fathers الجزء الأولاني صفحة 751 لـ 752. اللي أقصد أقوله إيه؟ القديس إيرينيوس عندما يعبر عن البشر الأشرار بيستخدم تعبير ملائكة شر، ملائكة ساقطين، ملائكة الشيطان. ليه؟ لأنه بيقول البشر دول بينفذوا أعمال الشيطان وملبوسين بالشيطان. فلو هنقول إن المقولة دي بتاعت القديس إيرينيوس ومش هنجادل في النقطة دي، أعتقد يكون واضح جدا من التعبير الملائكة الأشرار اللي اتجوزوا بنات الناس يقصد عليهم بشر أشرار لأنهم بينفذوا أغراض الشيطان، وما يقصدش كائنات روحية ملائكة ملهاش أجساد أصلاً جم اتجوزوا،
فاهمين نقصد اقول ايه؟ عشان كده لا، القديس إيرينيوس ما امنش ان الملائكه جم واتجوزوا بشر، هاروت وماروت وكلام التخلف في الاساطير دي. الكتاب ده اللي هو مشكوك فيه لو كان فعلا ينتسب للقديس إيرينيوس، وده غير صحيح غالبا، ولو كان الترجم صح، وده في احتمالية تكون خطأ لأنه ما عندناش الأصل اليوناني، حتى لو كان الكلام ده اتقال فيه ما فيش إشكالية، لأنه ده تعبير بيستخدمه القديس إيرينيوس بيوصف الناس الأشرار اللي رفضوا ربنا إن هم ملائكة الشر وملائكة ساقطين. ده يوضح لنا إن ما أعتقدش إن هو آمن بالفكر ده، وكل اللي يقصد يقوله الناس أشرار لبسهم الشياطين، ودول أبناء اللي اتجوزوا بنات الناس وهم من دول الملائكة الشر. ده باختصار. لكن اللي مصر يرفض يرفض، واللي عايز يفهم حاجة في ذهنه يفهم اللي هو عايزه. لكن أتمنى أكون عرفت أوضح، وده أشكر أستاذ الحبيب سيف وترس اللي فتح الموضوع ده، عشان كده بحثت فيه أكتر علشان خاطر النقطة الجميلة.